اسمه عمر احمد عبد الشافي، عندي 19 سنه، في مدرسه سويس صناعات متقدمه، سنه 5 السنه دي هتخرج باذن الله. شاركت في منتدى الشباب عن طريق دعوه خاصه من التافت، ده المشروع لتنميه التعليم الفني في مصر. البروجكت اللي كنت شغال عليه انا وزميلي، هو شغالين عليه من 4 سنين تقريبا، كان بيستهدف الاشخاص ذوي الاعاقه من فئه البكم. ليه؟ لان نسبتهم عاليه جدا في العالم، بحوالي 36% من اجمالي المعاقين الموجود في العالم كله. بنعمل ايه؟ الفكره كانت مبنيه على ان من الطبيعي اي حد بيجي يفكر في حاجه او يعمل حاجه بتتولد موجات موجوده في الدماغ عندك، تمام؟ فاحنا ليه ما نقدرش ان احنا نستفيد من السيجنالز اللي بتطلع من الدماغ دي ونساعد الاشخاص دي، بالاضافه ان الاشخاص دول بيتكلموا بايه؟ بلغه الاشاره. فليه بالتالي ليه ما نقدرش ان احنا نساعدهم باستخدام اللغه اللي هم بيستخدموها دي؟ فاحنا عملنا ايه؟ احنا عملنا كاب وسمارت جلوب. الكاب ده بيعمل ايه؟ الكاب ده مجهز بسنسورز خاصه في اماكن خاصه، بيقدر ان الشخص يلبسها بمجرد ما يفكر في حاجه بيقدر يديتكت السيجنال دي ويقدر ان هو يحددها وهيعمل ويحدد هي ايه بالظبط. بالاضافه للسمارت جلوب اللي بيقدر يحول سمارت جلوب اللي هو عباره عن هو جوانتي بيلبسه جوانتي ده مجهز بسنسورز بتقدر ان هي تحول لغه الاشاره لصوت، تمام؟ فده المشروع باختصار خالص، ان بمجرد انا شخص مثلا ما بقدرش اتكلم، بمجرد ما بلبس الكاب والبس الجوانتي افكر في الحاجه اعمل اشارتها، الجهاز عندي يطلع صوت وبالتالي انا هقدر اعبر عن حاجه اللي جوه. تمام. ازاي شاركت هنا في المنتدى؟ شاركت في المنتدى عن طريق تافت. تافت ده مشروع خاص ممول من الاتحاد الاوروبي لتنميه التعليم الفني في مصر وتطويره.